يقول: الذين يعذرون عباد القبور عندهم استدلال بحديث الرجل الذي أمر أبناءه أن يحرقوه بعد موته ثم أدخل الجنة آخر الأمر، يقول: كيف يجاب عن استدلالهم هذا؟ وفعل هذا خوفا من الله، خوفا من الله، من شدة خوفه من الله. فالله جل وعلا رحمه لأنه خاف من الله هذا الخوف الشديد، فرحمه الله عز وجل وأمن خوفه. نعم.